لو الحكاية فيها إن فيتو تعامل حكيما منضبطا. ولذلك نحن نقول بأن السواد لابد أن تراعى، والتراث الذي خلقه لنا العقل الفقهي الإسلامي والعقل الفكري على مر العصور لابد أن يكون في احتفال بهما، لكن لا نقف عند حدود المسطور من هذا التراث إلا بقدر ما يعيننا على استخراج المناهج واستخراج القواعد والأصول التي نبني عليها. فإن أئمة الإسلام الأعراب الكبار إنما اعتنوا بهذه القضية عناية كبيرة. وعلى سبيل المثال فقط، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع لنا هذه المنهجية الدقيقة التي ننطلق من خلالها في فهم النصوص الشرعية. وضع هذه المنهجية في كتابه الرسالة. ثم جاء من بعده الإمام القرافي المالي، ومن قبله شيخه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمه الله.